جسدي هب فتاة هب نداء من همي وبدمي هوى كثر الوضع لإخوتي هيا للعلا سعيا ترشد الدنيا أننا نحيا بشعب شكرا شكرا لمجموعة المجموعة السنة الماضية وهذه السنة النسخة الثانية معكم نتوما، ولكن الكونسيبت ديال هذه الليلة باش نوضحوا من الأول أن المداخيل ديال هذا الحفل كتمشي لعمل خيري، واليوم حاضرة معنا جمعية اللي غتسلم هذا المبلغ ديال المداخيل أمام أعينكم، وهذا تثمين المجهود ديال هذه الجمعية اللي كتقوم بعمل جبار. غادي نرجعوا وغادي نعرفوا بالجمعية. ألوغ نبغيكم تصفقوا على الجمعية وتستقبلوا معايا الضيوف تفقاتكم الله يخليكم. احنا اليوم في الحفل الخيري المنظم على شرف الجمعية اللي نظمته جمعية صافي فاميلي أحسن مجموعة ديالية أسافي. هذا الحفل الخيري المداخيل ديالو غادي تعطى الجمعية اللي غادي تستفد منها من أجل مشروع كسوة العيد، كسوة اليتيم اللي كتنظموا الجمعية بمناسبة مشروع رمضاني خيري. وصراحة حنا كنبغيو نشكر هاد المجموعة العمل الجبار اللي قامت به في إحياء الحفل ولا في تفكير هاد البادرة الطيبة، وكنتمناو اليوم الخير. هي صافي فاميلي حتى اللي كيشجع الشجع مزيان، خصوصا ان الليله ديال المواهب وهاد المواهب واعرين خاصهم تشجيع، فنبغي احسن تشجيع من احسن من عند احسن جمهور الله يخليكم. اسمع فوالا استثنائيات تراكم ذهبيه ها فوالا. شكرا يونس محمد امين الحجامي، هما اللي ضربوا تماره ديال هادشي كامل، هما اللي وجدوا هادشي كامل تقريبا واحد 15 يوم ديال تماره. اش نقول لهم الله يعطيهم الصحة. مرحبا بكم كاملين في هذا الحفل اللي غيكون اليوم. كنبغي نشكر أي واحد ساهم في هذا الحفل لأنه حفل خيري بامتياز. أي واحد هنا جا هنا راه جا فابور، ما على قبل لا فلوس لا حتى شي حاجة، على قبل هذيك الفلوس باش تمشي العمل الخيري اللي نتوما عرفتوه كامل. كنتمنى هذا الشيء اللي غيدوز اليوم يعجبكم ويدوز أحسن. وقالوا لي ننسى كندير ننسى وعقلي راح معاه نعدر قلبي هو اللي هو نعدر قلبي هو اللي هو بني ليالي اليوم هو حفل ديال التفريق على الحفل. هذه السنة الثانية ديالو بعد السنة اللي فاتت، كان في الإيديسيون الأولى، هذه دوزيام إيديسيون. هذا ديما تيكون على شكل عمل خيري، كتكون المداخيل ديالو كاملة على شكل كتمشي تمهد عمل خيري. هذه السنة قررنا باش المداخيل ديالو كاملة تمشي لجمعية عابر سبيل، لأن جمعية عابر سبيل عندها واحد الصدى زوين في الإسم، وهي اللي معروفة من أبرز الجمعيات اللي كيتحسبوا على رؤوس الأصابع اللي كتخدم يعني بمصداقية. الشكل اللي هو الشكل اللي كيمشي به تنس النسق اللي كيمشي به الجروب ديالنا هو الأعمال الخيرية. قررنا باش نكون ندو لهم يد المساعدة من بعد لي فيديو اللي شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيعانيو هاد السنة من ضعف الدعم من بزاف الجهات. قررنا حنا أحسن مجموعة في آسيا تقدم الدعم لوحدة أحسن مجموعة في آسيا. كنعرف ندير اي حاجه، ورغم اني كنخاف من بنادم بزاف صافي. ايوا فهمتوني واش فهمتوني يا الو راه ايمان راخدنا. ايمان شنو غتغني لهم؟ فوق النخل غتغني لكم ايمان. عندكم تاكلوا التمر اصلي على ريحه حبومي بين اليدين.
تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم.